3-1 سنة 2009 في صلاة المغرب، وكنا يعني تعودنا مع المصلين أن نصلي جماعة، نجمع بين المغرب والعشاء. طبعا كان هذا اليوم ببداية الاجتياح البري للقطاع. كنا موجودون في المسجد، كان المسجد مليء بالمصلين، الرجال في الطابق العلوي حوالي 300 رجل، وفي الطابق السفلي حوالي 100 امرأة. صلينا المغرب ثم قمنا لنجمع اللي هو العشاء مع المغرب، وإذا بانفجار قوي يحصل على باب المسجد. وللذكر لأنه لم يكن هناك أي يعني أي مظهر عسكري أو أي أناس مطلوبون، كان انفجار قوي على باب المسجد. طبعا أنا قبل الانفجار قمت لألقي درسا للناس، وإذا بالانفجار يقع في على باب المسجد. طبعا عمت الفوضى في المسجد، وانقطع التيار الكهربائي، بدأ الناس يصرخون. من المصلين من قفز من الشبابيك، منهم من أخذ يصرخ، أطفئت الكهرباء، وكان والدي بجواري. طبعا كان والدي يعني كفيف، فيعني كنت يعني عملت على إخراجه من المسجد. وخرجنا من المسجد وإذا بالأشلاء ده في صحن المسجد، يعني قطع مقطعة، أرجل مقطعة، أيدي مقطعة. فخرجت من المسجد وإذا ببركة دماء داخل المسجد في صحن المسجد. وأتذكر أنني دست على رأس مقطوعة في المسجد. خرجنا على باب المسجد وإذا بالصراخ وإذا بالعويل، حتى سيارات الإسعاف يعني لم تستطيع أن تصل للمسجد من شدة الزحام. بدأ الشباب يخرجون الجثث من المسجد، منهم من كان يحمل نصف جثة، ومنهم من كان يحمل يد مقطوعة، منهم من كان يحمل رأسا مقطوعا. فيعني أصبحوا ينقلون إلى سيارات الإسعاف التي وقفت على قارعة الطريق. وصلنا إلى المستشفى، وإذا بالمستشفى مليء بالجرحى وبالقتلى وبالشهداء. ذهبنا للثلاجة وإذا بخمسة من إخواني ومن أبناء إخواني موجودون في داخل الثلاجة. طبعا كان على إثر هذه المجزرة أن استشهد في المسجد أكثر من 17 شهيدا، وأكثر من 40 شهيدا، منهم من قطعت يده، ومنهم من قطعت يعني يده رجله، ومنهم من شل شللا كاملا. يعني نحن نقول في هذه المناسبة، أين العالم؟ أين الذين؟ أين حقوق الإنسان؟ يعني نحن كنا نذهب للمسجد لأننا شعرنا بالأمان في المسجد، لكن يحصل انفجار داخل المسجد. لاحقونا في بيت الله، حتى في بيت الله لم نأمن على أرواحنا. نحن نقول بأن الإنسان عندما يشعر بالخوف يذهب إلى بيت الله. قلت لجلاديستون في اللقاء الذي حدث بيني وبينه في بيتنا، أنك لو شعرت بالخوف أين تذهب؟ قال أذهب للكنيسة. وكذلك نحن عندما شعرنا بالخوف ذهبنا للمسجد، ولكن للأسف ضربت المساجد، ضربت البيوت، لم يرحموا صغيرنا ولم يرحموا كبيرنا، حتى الشيوخ في المسجد لم يرحموهم. يعني استشهد من الشيوخ واستشهد من الأطفال. فنحن نقول للعالم، أين حقوقنا؟ أين حقوق الإنسان؟ نقول لهذه الدولة المجرمة أننا رغم الدماء ورغم الجراح أننا سننتصر بإذن الله عز وجل، لن تضيع هذه الدماء هدرا، وإنما سيخرج أبناؤنا ينتقمون لدمائنا بإذن الله سبحانه وتعالى.